بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تمرين يأتي أنا أعتبره من تمارين الإحمام. نلعب 6 ضد 6 داخل منطقة الجزاء، 5 ضد 5، وكل فريق عنده لاعبين في نهايتي على خط التماس يعني. فالفريق الحاز على الكرة يحاول الاحتفاظ بالكرة على الأقل 3 مناولات، وإذا 4 مناولات ممتاز، ثم يحق اللعب لأي من الساندين 7 و8. زين، 7 و8 للفريق الآخر المدافع فروزن، يعني ما لهم دخل باللعب إلا عندما تحول الكرة لزملائهم يصيرون أكتف، والأصفر 7 و8 يصيرون فروزن. هذا التمرين الممتع جدا وبداية وحدة تدريبية يفتح الباب لتنفيذ مفردات الوحدة التدريبية الباقية بطاقة كاملة، ويضع الفعالية من بدايتها يسمونها يعني full activity، نشاط ممتاز. زين، بدينا نحن احنا بهذا الموضوع، لكن في هذا التمرين اذكر انه اذا نجح الفريق الاصفر على سبيل المثال الان عند الكره استلمها من المدرب ولعب 3 مناولات ولعبها للـ7 والـ8 على اللاعب اللي لعب الكره 5، هنا شوف الاصفر لعب الكره 7، خرج من الساحه الى الساحه الصغيره الاخرى، استلم الكره من 7، 7 وين دخل؟ دخل للساحه 5، مرر 7، راح مكان 7، 7 وين صار؟ بالداخل. يستمر اللعب هكذا عليهم الان ان ينقلون الكره وين؟ الى 8. اي لاعب من هؤلاء الاصفر الان اللي ينقلون الكره الى 8، نفترض اخر كره وصلت 3 ونقلها الى 8، الشمال 3، يذهب يستلم الـ 8 بالمنطقه خارج منطقه الجزاء هنا دون ان يلاحق مدافع، 8 يعطي ويدخل الى منطقه الجزاء، تكون الكره عند 3 هنا، 3 يختار لاعب اصفر ينطي ويروح مكان ثاني. رائع، تمرين رائع. سالني احد الاخوه على تمارين لعب حال دخول الفريق للساحه، هذه ما تحتاج ركض بقدر ما تحتاج حركه بسيطه وما يعرف بتبادل الكره، وتبادل الكره هنا 3 مناولات يعني جيد، واذا عملت 4 مناولات جيد، وبقيه اللعب حر يعني مو 2 تاتش 3 تاتش وان تاتش، لا لعب حر بدحرجه بكل شيء، والمدرب واللاعبين يعرفون انه بعد تحقيق 3 مناولات متتاليه تحت ضغط الخصم يمكنهم ان يدخلون الكره وين؟ لنهايه الساحه على خط التماس. شوفوا من هنا، نعم انا استخدم هاي المنطقه لان محدده وما تحتاج الى علامات، خلاص محدده، وانا المدرب انا المجهز، اذا خرجت كره انا اعطي الكره، ما يلحقون الكره اللاعبين، اعطي الكره للفريق المستفيد. وهذا تحول ممتاز، وبنقل من نهايه الى نهايه، وبحيازه كره تحت الضغط، وبانتشار، وبمتابعه دفاعيه وضغط دفاعي، وبتحرر هجومي، باداء فردي، كل شيء بمتعه لا توصف لا توصف. وكذلك تمرين فعال جدا، بعده تدخل الى ما يعرف بالمفصل الثاني من مفاصل الوحدة التدريبية، أيا ما تكون، تكتيك، لعب، كل شيء واضح يصير عنده، وبدء الوحدة التدريبية باللعب كإحماء مثل كلمة صباح الخير تقولها لمحب عند الصباح. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا، شكرا جزيلا. اليوم 20 بشهر 29 2023.